النهارده معرض كلنا هنشارك هي سلسله من الاحتفاليات والانشطه اللي بنعملها مباشره للجمهور لدعم، وخاصه النهارده شباب المنطقه. فالشباب هم اللي بيصنعوا، هم اللي بيتاجروا، هم اللي بيعرضوا، وده برضو بيتباعوا للاسر متوسطه الدخل. فيبقى احنا كده بنضرب كذا عصفور بحجر واحد. في المحافظه بنشجع طبعا الموضوع ده علشان تمكين المراه والشباب، فاحنا في دايما في الاماكن الفاضيه في المحافظه زي جناين في حي العجوزه او حي جنوب او زي مكان زي ده، احنا بنجمع دايما الجمعيات الاهليه المنتجه او الشباب او المراه، وبنديهم الاماكن دي كباكيات مجانا عشان يعرضوا فيها منتجاتهم، وبيعرضوها طبعا برضو باسعار متواضعه يعني علشان نشجعهم على الانتاج. جمعيه نشاطها بنمول اصحاب المشروعات من خلال اجراءات بسيطه، لان بعض الناس ما بيقدروش يتوجهوا للبنوك خاصه بيبقى ليها بعض الاجراءات الورقيات وكده. احنا بمستندات بسيطه، ممكن لو حد بيصنع حاجه في بيته مش شرط يكون عنده محل، بياخد كارد بناء على السكن بتاعه، وبالتالي بيقدر ينتج منتج. وتلاقي هنا في المعرض منتجات بصنع الناس بايديها. انا فاتحه محل ملابس حريمي، وكنت الاول بشتري من تجار جمله بره، ففي حاجات كتيره مش بتعجبني الفينش بتاعها المصري، فقررت ان انا افتح مشغل كده صغير، وابتديت فعلا اعمل ازدالات صاله وجلاليب سياح. المعرض هنا كويس، وانا اول مره اصلا انزل معارض، فقلت اجرب يعني شغل المعرض واعمل دعايه كويسه، وباذن الله يعني امل في ربنا كبير ان انا افتح مصنع ان شاء الله.